لانطلاقة الثورة الفلسطينية. يسعد صباحك أحمد. كل عام وأنت بألف خير أحمد. صباح الخير لكم، صباح الخير المشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير لكل أبناء شعبنا أينما تواجد. بالفعل يعني الأمس كان هناك عدة فعاليات لإحياء الذكرى 53 لانطلاق الثورة الفلسطينية، كانت بدايتها في مدرسة فلاميا المختلطة في قرية فلاميا إلى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث كان هناك احتفال مركزي نظمته مديرية التربية والتعليم في المحافظة إحياء لهذه الذكرى. وفي المساء في الساعة 6:30 من مساء الأمس كان هناك المسيرة المركزية التي جابت الشوارع الرئيسة في مدينة قلقيلية وصولا إلى هذا المكان الذي نقف فيه الآن وهو وسط مدينة قلقيلية، حيث كان إيقاد شعلة الانطلاقة 53 في هذا المكان الذي هو خلفي الآن. طبعا هذه المسيرة كانت مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا، وأكدوا خلال هذه المسيرة على المضي قدما في حالة النضال التي انطلقوا لأجلها منذ 53 عاما. هذه الفعاليات مستمرة بأشكال مختلفة. اليوم سيكون هناك كما تمت دعوة أيام يوم غضب في وجه الاحتلال لمواصلة الرفض والتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأيضا سيكون هناك أيام غضب لاحقة تتزامن مع انطلاقة الثورة الفلسطينية وأيضا مع هذا الإعلان المشؤوم الذي مس بالمقدسات وجوهر القضية الفلسطينية. نعم أكيد، كل الشكر لك مراسلنا أحمد الشاور، كنت معنا مباشرة من قلقيلية. ونواصل هذه الجولة مع زملائنا ومراسلنا في الميدان الحديث عن أبرز الفعاليات التي تقام احتفاء بذكرى انطلاقة حركة الثورة الفلسطينية 53. ننتقل لأريحة، وتنضم لنا من أريحة زميلتنا وطن بلاص. وطن أهلا بك، كل عام وانت بخير.